السوء عميغ لغلي يا سلطانة. الناس مزعوجين وعم يقولوا بدهم ياخذوا بتار الأمير. هالشي متوقع، طبيعي تعم الفوضى، بس المهم هلأ أنه نقدر نسيطر على هالفوضى. شو سمعت كمان؟ عم يقولوا سلطانة هيام ورستم باشا لازم ينقتلوا، وبدهم يوصلوا كمان سمو الأمير محمد ابن سمو الأمير مصطفى لعرش السلطنة ويعملوا بلبلة بكل مكان. بس هذا كله كلام فاضي وما لازم نوقف عنده أبدا. لا بالعكس، المفروض ناخد هالحكي على محمل الشد، ومشان ما يصير مشاكل بالمستقبل لازم نحلها هلأ. فخرية جيبيلي ورقة لأكتب مكتوب. أمرك مولاتي السلطانة. مولانا السلطان لازم يعرف بكل هالإشاعات اللي عم بيقولوها، وبنفس الوقت كمان بعزيه بابنه. الله أعلم إمتى رح يرجع من هالحملة. سلطانة، أنا أخذت العيلة على الملجأ وهني هلأ بأمان. الحشود برا كل مالهم عم بيزيدوا، والحراس الإضافيين جايين على الطريق، بس بخاف إنه عددهم ما يكون كافي. إيه مزبوط، ولحتى أجي لهون اضطريت فوت من البوابة الخلفية. خليهم يجهزوا حالهم، بدي أخذهم معي على قصر السلطان. سلطانة، يمكن الحشود يلحقوكم على القصر، لهيك رح أستغل الفرصة يا سلطانة وأخذهم لمكان تاني أكثر أمان. سلطانة منيح اللي اجيتي. حفيدتي الغالية. مولاتي ليش حضرتك اجيتي لهون؟ ليش طلعتي من القصر؟ يعني بلكي صار لك شيء. يعني معقول اترككم بهيك وضع؟ سلطانة شفتي شو عم بصير فينا؟ جايين لحتى يقتلونا، أكيد هدول جنوا. نحن لازم نكون هادين هلأ وما نغلط، وإن شاء الله رح تمرق على خير. بشو عم تفكري يا سلطانة؟ سنان باشا عم بيقول إذا بتروحوا على أوسكودار بيكون أأمن إلكن، ورح تبقوا هنيك لهيدا الوضع. أوسكودار أكيد رح تكون أكتر أمان يا أخي. هلأ المهم كيف بدنا نطلع من هون؟ الأهالي محوطين كل المكان، نحن محاصرين. رح ننطر لتعتم الدنيا، وأكيد للمسا رح يخف الحشد، بوقت رح نقدر نطلع من باب الحديقة من دون ما يشوفنا حدا من الأهالي. عباب القصر في عرباية عم تستنانا، ورح نروح سوا لأوسكودار.